حدثني عن حقوقي أين هي؟ أحدثك عن حدثني عن غيرتك، أحدثك عن نخوة النساء. عفوا سأعيد، لا تحدثني عن المساواة والحبر والورق. حدثني عن حقوقي أين هي؟ حدثني عن غيرتك، أحدثك عن نخوة النساء. بقلمي أنا سعاد سأكتب ما أشاء، سأكتب ليس بحبر إنما بدماء. سأكتب عن بنات حواء، فقد ول عهد السبايا فك عنا الوتاق، ففينا الأم والأخت والصديقة والزوجة، ولسنا بهائم تساق.